إجا لحد اليوم المخرج أو المنتج اللي قدر يشوف بباسم هيدا الشخص اللي قادر يكون حبيب رائع، عاشق بذات الوقت يمكن شرير، أو يعني خلطة شخصيات ويطلع فيه هيدا الجانب كرجل عاشق أو رومانسي؟ يعني تقدمت طبعًا. إمكانياتك طبعًا. بهيدا المجال؟ طبعًا أنا عامل أعمال متنوعة، فيها شيء رومانسي. هي مثنى الصبح أعطاني دور بطولة بمسلسل اسمه جلسات نسائية، رومانسي وعمل جو كتير. هي رشا شربتجي اللي يعني أعطتني الدور الرئيسي بعلاقات خاصة، مسلسل كان ضخم وكبير وعمل جو كمان كتير حلو، كان رومانسي. رشا شافتني كمان من منظور آخر بمسلسل اسمه شوق، اشتغلناه السنة الماضية، كمان دور فيك تقولي رومانسي إلى حد ما، لكن هو رحلة بحث عن حبيبة تخطف، وفي نوع من الوفاء لهذا الحب اللي بيخليه يروح ويبحث عنها ويدفع، يعني يكاد يضحي بحياته مشان في يعني. حتى حاتم علي يعني بوقت من الأوقات أنا كنت عم بشتغل فقط كوميدي، يعني أنا لأنه عملت مشروع تخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية كوميدي، فأنا كنت ربما عامل شيء حلو فيه. فالمخرجين لما أجوا وحضروا هذا الموضوع بدأت شغلي بسلسلة أعمال كوميدية، فأجا أستاذ هيثم حقي بفترة من الفترات أعطاني دور مختلف تماما عن الكوميديا اللي كنت عم بشتغلها بمسلسل اسمه الثريا اشتغلنا وقتها، ثم أجا أستاذ حاتم علي وعطاني دور رئيسي بعمل تاريخي كل الناس راهنت على فشلي فيه. كل الناس قالت له كيف بتجيب هذا اللي بيشتغل كوميديا على دور نور الدين الزنكي بمسلسل تاريخي؟ قال لهم أنا بعرف كيف وزع وأنا شايف صح، لأنه حاتم علي ممثل أيضا. طبعا. وحاتم علي ممثل مهم. حاتم علي بالمناسبة دربني لما كان معيد بالمعهد قبل ما أنا أقدم للفحص القبول بمعهد علي في المسرحية، فهو بيعرف تماما شو أنا وعنده فكرة عن إمكاناتي كممثل كيف ممكن روح. وعمل الدور يبدأ من فترة شباب وينتهي عمره بالثمانينات بالتكبير، اشتغلوا علي المكيرية ونجح الدور ونجح المسلسل نجاح باهر.